هندردش مع بعض، وخليني ابدا بالسؤال اللي كنت بقوله للناس. في ناس شايفه او متعوده او ما شافتش حاجه تانية غير انه الاهلي بيفوز بكل الالقاب وبيفوز بكل البطولات، فبالتالي الموسم اللي احنا فيه انه الاهلي علامه كامله ده شيء عادي وشيء طبيعي. لكن لما تيجي تبص للامور من وجهه نظر تحليليه تلاقي انه اللي حصل ده واحد ما كانش حد متوقعه، اتنين ممكن يكون بجد تشبيه المعجزه هو التشبيه الامثل بالنسبه له طبقا للظروف اللي مر بيها الفريق وتولي اداره فنيه جديده، وموسم كان صعب جدا بسيناريوهات صعبه جدا وعدد من التزاماته نظر نادر. ازاي الاهلي مع مارسيل كولر قدر يحقق العلامه الكامله في كل البطولات؟ بص، هي البدايه يا احمد من ان انت اصلا يعني تولي مارسيل كولر لمسؤوليه تدريب الاهلي، ده كان الناس كلها مين مارسيل كولر، ومحدش كان عارف مارسيل كولر اول ما جه، واسماء كتير جدا ارتبطت في الوقت اللي الراجل ده اول ما وصل فيه اول يوم ليه في الاهلي اتكلم على ارضيه ملعب التتش اللي بعدها على طول بعد ما لعب الماتشات قال لك انا عايز انقل من استاد السلام لاستاد القاهره، ده الراجل ده جاي يشتغل، الراجل ده اتكلم على موضوع المعدات، اتكلم على موضوع المحللين اللي موجودين عنده، واحد زي ياسين المكارم، واحد من ضمن اللعيبه النجوم السابقين في منتخب تونس طبعا، العلاقه اللي ما بينه وبين اللعيبه التوانسه اللي كانت في الفرقه زي كريستو، زي علي معلول، زي كهربا، زي كهربا كان زميل ليه في سويسرا، لعب معاه في سويسرا، هو نفسه بعد الدروب اللي حصل بعد ماتش سان داونز اللي كان في بريتوريا وبنخسر خمسه هناك، فالراجل طلع تصريحه اللي قال فيه ان انا اللي يعني انا اللي بشيل المسؤوليه كامله وبعرف اللعيبه كلها عن اي حاجه، انا لسه ما عنديش الخبره الكبيره الافريقيه ولكن بوعد الجماهير بان احنا هنكون موجودين في الادوار الاقصائيه، تشاء الاقدار والظروف بتخدمنا، ولكن في النهايه انك انت لما بتجيلك الفرصه عرفت تستغلها، بتكسب الهلال 3-0، هو واحد من الناس اللي كانت بتطلب بالحضور الجماهيري وكان بيضغط على ان احنا الحضور الجماهيري يكون الساعه الكامله، دي حاجات كلها بره الملعب. تعال نخش نشوف جوه الملعب. من بدايه الموسم كريم فؤاد وتحول كريم فؤاد معاه لواحد من افضل الاجنحه اللي ما كانوا موجودين في الدوري المصري قبل ما كان يتصاب، واحد زي طاهر محمد طاهر قبل اصابه طاهر محمد طاهر والماتش السوبر اللي كان سبب اساسي في ان هو احنا نفوز بيه، لعيبه كتير قبل ما تصاب، مش بس طاهر، لعيبه كتير قبل ما تصاب وصلت لفورمه عاليه جدا مع مارسيل كولر. حسين الشحات افضل لاعب في مصر السنه دي بدون مبالغه وبدون اي شيء من انواع ان احنا بننحاز لحسين الشحات، ارقام حسين الشحات قادت الاهلي للفوز بالدوري ودوري ابطال افريقيا، مفيش اي اختلاف على هي هي الاهم من انها يعني دايما ابص الارقام على انها لابد انها تكون مؤثره وفعاله، يعني بالزبط. يعني ارقام لاعب مهما كانت عظيمه جدا بدون ما الفريق يتوج ببطوله او يتوج بلقب هي ارقام ملهاش معنى بالزبط. مع كامل تقدير واحترامي طبعا أكيد. يعني لكن فكره في النهايه هو ايه مستوى الفعاليه، ايه مستوى التاثير، هي دي النقطه. حسين الشحات ده مش واحد بس، ده واحد زي محمود عبد المنعم كهربا انت جايبه زي ما بيقولوا كده ايه العائد من الموت، زي ما كان بتاع على الالان بارديو في نيوكاسل لما كان هناك عندهم في انجلترا، ده اللي بيحصل مع كهربا، فاول ماتش بيلعبه بيجيب هدف في سموحه، الماتش اللي بعديه بيجيب هدف في الزمالك، واحد من الاسباب الرئيسيه اللي فوز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا باهدافه المؤثره والحاسمه، في الوداد بيسجل، في الهلال بيسجل، في القطن بيسجل، في الماتشات الحاسمه كهربا كان متواجد وكهربا كان مؤثر. الريسك اللي هو ياخده ويلعب بكهربا سترايكر بعد ما كهربا اصلا حياته كلها في الاهلي لما لعبها كان جناح وفتره تالقه كلها مع الزمالك كان جناح، ريسك انا بلعب بكهربا مهاجم وعرفت اطلع ده. طيب خلي